ازيكم عاملين ايه؟ شركة اوبو كل سنة لما بتيجي تنزل الموبايل بتاعها دايما كده بتحط فيه حتة ايه ضحك كده بسيطة، يا اما الموبايل سعره يكون يعني مبالغ فيه او الموبايل يكون دايما جايب نقطة ضعف رهيبة، مثلا البروسيسور بتاعه يكون تعبان قوي، وده كل سنة بنفس الحال. لحد السنة اللي فاتت كان الاوبو رينو 4 تسعيره الى حد ما مقبول، ولكن رينو 4 برو هو اللي كان مسافر في حتة تانية، والصراحة ما بيقدمش خالص اي قيمة مقابل السعر. فالسنة دي بقى طبعا المفروض ودينا مستنيين هو رينو 5 ورينو 5 برو. ففي الفيديو ده هنتكلم عن رينو 5 اللي نزل منه بالمناسبة نسختين، وهنتكلم عنهم في الفيديو ده. فهل بقى رينو 5 ورينو 5 برو هيصححوا الكلام ده، ولا هنفضل ماشيين بنفس الحال كل موبايل ينزل من اوبو؟ تعالوا نشوف ونخش في الفيديو. وفي البداية ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده مش تخسر حاجة، وتكمل الفيديو الاخر وتشترك في القناه بتاعتي من تحت لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. ويلا بينا نخش في الفيديو ونشوف ايه تفاصيل الرينو 5 وهل تستناه ولا لا. طيب مبدئيا كده عشان نكون متفقين، في الرينو 5 نازل منه لحد دلوقتي في العالم نسختين، في نسخه 4G ونسخه 5G. يعني انت لو دخلت كده تتفرج على اي ريفيو للموبايل ده بره هتلاقي منه نسختين، هتلاقي كل مراجع معاه نسخه. النسخه ال4G بتختلف عن ال5G في كذا نقطة، طبعا كل ده هنذكره في الفيديو ده. فاحنا لحد دلوقتي مش عارفين هل اللي هينزل مصر ال4G ولا اللي هينزل مصر هو ال5G، ولكن في الفيديو ده هنغطي الموبايلين بحيث نبقى عارفين اللي هينزل مصر ده تستناه اصلا ولا لا، سواء نزل مصر او ما نزلش. فيلا بينا نبدأ مواصفات الموبايل ده واحدة واحدة كده ايه، ونبدأ بالتصميم. طيب الرينو 5 مبدئيا كموبايل، فالموبايل ده شيك جدا جدا جدا، من اشيك الموبايلات اللي ممكن تجيبها في الفئة المتوسطة. ولكن في نقطة، الموبايل ده هو يعني ايه صوره طبق الاصل من الرينو 4 اللي نزل السنه اللي فاتت، فانت تاخد تصميم شيك جدا فعلا ولكنه مكرر ومقلد من السنه اللي فاتت، فدي انت وذوقك. ولكن الموبايل كتصميم تحفه ومن اجمل ما يكون. وزن الموبايل ده 171 جرام، خفيف جدا ومن اخف الموبايلات اللي تمسكها في الفئه المتوسطه. وخلي بالك كونك تمسك موبايل خفيف ده بيديك اريحيه جامده جدا في ايدك، ولكن بيخلي الموبايل ايه يعني ممكن من كتر ما هو خفيف ممكن يتزحلق من ايدك، ولكن ده مش عيب قاتل، يعني مش عيب اصلا، بالعكس دي ميزه ان الموبايل يكون وزنه خفيف في الايد وبيحسك فعلا انك ماسك حاجه نظيفه قوي قوي. انا مسكت رينو 4 كان الموبايل الهوا في ايدي، مع سماكه كمان 7.8 ملم، فالموبايل مفيش سمك تقريبا وكمان خفيف، فاللي هو صباح الفل، كل حاجه حلوه موجوده في الموبايل ده كتصميم. ولكن الخامات ده المستخدمه في التصميم بتاع الموبايل ده، فالموبايل ده جاي النسخه ال4G من البلاستيك، فلو نزلت لنا مصر النسخه ال4G فهتنزل لنا برضه من البلاستيك زي الرينو 4 بالظبط، فريم من البلاستيك وظهر من البلاستيك. اه الموبايل شكله جميل والظهر مصنفر ما بيبصمش وكل حاجه، ولكنه بلاستيكي، يعني مجرد ما بتمسك الموبايل في ايدك احساس انه بريميوم ده بيروح من ايدك شويه. اما بقى لو قلبت الموبايل لقدام فهتلاقي بانش هول واحده غير الرينو 4 اللي كان فيه فتحتين، لان كان فيه السنسور اللي هم كانوا عاملينه الاير سكانر ده اللي هو كنت تقعد تحرك الموبايل من بعيد كده، كانت صراحه ميزه تافهه الصراحه ملهاش اي استخدام، استخدامها محدود جدا، فهم شالوها الصراحه، وده احسن لانك اديتني كده شاشه اكبر شويه بدل الفتحه الثانيه اللي كانت على الفاضي دي. فالموبايل ده كتصميم من وجهه نظر ياخد تقييم 8 من 10، والاثنين دول ضيعهم في نقص الماتيريالز اللي مستخدمه في التصنيع بتاعت الموبايل ده. وللجدير بالذكر ان النسخه ال5G هتيجي بفريم من المعدن مع ظهر من الزجاج، يعني لو الموبايل ده كان نزل لنا النسخه ال5G كان ياخد تقييم 10 من 10 مستريح، تصميم من اشيك ما يكون واخف حاجه تقريبا في الموبايلات ممكن تلاقيها. طيب مفيش حاجه ثانيه نقولها على التصميم لانها اذواق في النهايه، خلونا بقى ايه نخش على تاني حاجه وهي الشاشه، ونبتدي من هنا فعلا الحاجات المؤثره في الموبايل. طيب سواء كانت النسخه اللي هتيجي مصر دي 4G او 5G، فالنسختين اللي جايين من الموبايل ده بيجوا بشاشه اموليد فول اتش دي بلس بكثافه بكسلات 410 بكسل لكل انش، بسطوع 750 نتس تحت اشعه الشمس، يعني الصراحه الموبايل ده هيديك سطوع مفيش تقريبا ولا موبايل في الفئه المتوسطه هيديك سطوع زي الموبايل ده، يعني تحت اشعه الشمس الموبايل ده هيكون مثالي للاستخدام. وحاجه بقى اخيره ونقطه تميزه برضو عن اي موبايل موجود تاني في الفئه المتوسطه، ان الشاشه دي 90 هرتز، يعني انت هنا بتاخد شاشه اموليد مع 90 هرتز كمان هنا كده في الشاشه، ما اظنش انت محتاج اي حاجه خالص، شاشه تحفه مفيش اي مشكله، ومفيش اي موبايل في الفئه المتوسطه من وجهه نظري هيتفوق على الشاشه دي، فمن حيث الالوان التشبع الاتش دي ار كل حاجه الشاشه جميله جدا واجمل شاشه هتاخدها في الفئه المتوسطه. ففي نقطه الشاشه مفيش اي تعليق سلبي. يلا بينا نخش على الحاجه اللي بعد كده وهو المعالج او الاداء بتاع الجهاز ده. طيب زي ما قلنا الموبايل ده هيجي منه نسختين 4G و5G. ال5G هتيجي بسناب دراجون 765G، اداؤه افضل من 730G او 732G اللي موجود مثلا في البوكو اكس 3، وكمان طبعا بيدعم الجيل الخامس لما تتوفر في مصر يعني ان شاء الله. ده النسخه ال5G اداء محترم وكويس، ولكن برضو يعني اداؤه في الالعاب مش هيديك الفرق الرهيب ده، يعني
هيكون الاداء الاكبر او الفرق اللي هتلاحظه فعلا في الاداء التصفح والتنقل والحاجات دي. اما في نقطه الالعاب فهو ما فرقش كتير قوي عن الرينو 4. يعني النسخه ال4 جي بقى اللي احتمال تنزل لنا ايه، سناب دراجون 720 جي، نفس المعالج اللي موجود في الشاومي النوت 9 اس والنوت 9 برو، وموجود كان في الاوبو رينو 4 والرينو 4 برو، نفس المعالج اللي بيستخدم بقى له تقريبا داخل في سنه ونص، مفيش اي تطوير مفيش اي جديد. يعني انت لو شخص معاك الرينو 4 فملهاش اي لازمه انك تجيب الرينو 5 ده، اما لو انت شخص معاك مثلا نوت 9 اس ملهاش لازمه برضه انك تجيب الموبايل ده غير عشان الشاشه، مفيش اي ميزه ثانيه. فالمعالج هنا هو كويس مع كمان سلاسه واجهه اوبو، الموبايل ده جاي بالاندرويد 11 اندرويد 11 اعلى حاجه، وكمان واجهه اوبو سلسه جدا جدا ومن اسلس الواجهات اللي ممكن تعمل معاها الصراحه. الواجهه جميله جدا ومريحه كمان للاستخدام وسلسه لابعد حد، يعني تشتغل على اقل معالج بسهوله. ولكن للناس بتحب الالعاب او الشغل التقيل فالمعالج ده ما بيقدمش جديد الصراحه، ولا حتى النسخه ال 5 جي بتقدم جديد كبير. يعني 765 كويس ولكنه مش هو اللي تستناه يعني، فاهم؟ بس كده دي كل حاجه تتقال عن الاداء. تعالوا بقى نخش على الحاجه اللي بعد كده وهي الكاميرات بتاعت الموبايل ده. الموبايل بيجي باربع كاميرات في الظهر زيه زي الرينو 4 برضو، 64 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل الترا وايد، واثنين تانيين 2 ميجا بكسل للعزل و2 ميجا بكسل تاني للتصوير الماكرو. الكاميرا ما قدمتش تطور كبير قوي عن الرينو 4، فبرضو لو معاك رينو 4 ما تجددش ولا تجيب الرينو 5، مفيش اي تطوير كبير يعني او اللي هو يستاهل. كاميرا عاديه كويسه كانت في الرينو 4 ولكن برضو ما كانتش احسن حاجه، يعني شفنا البوكو اكس 3 بيتفوق عليها في الكاميرا. ففي نقطه الكاميرات الموبايل ده ما يقدمش افضل حاجه، فلو انت جايب موبايل عشان الكاميرا فانا مرشحهوش في النقطه دي. وفي تصوير الفيديو فالموبايل ده بيصور فيديو 4K 30 فريم في الثانيه، وكمان بيدعم تقنيه ال HDR في الفيديو. اما الكاميرا السيلفي في الموبايل ده فيها 44 ميجا بكسل، نفس اللي جت في الرينو 4 ورينو 4 برو، مفيش اي جديد. كاميرا كانت كويسه جدا في السيلفي وممتازه كمان انا جربتها. ففي نقطه الكاميرات الموبايل ده بيديك كاميرات متوسطه زي الفئه اللي هو جاي فيها، ما بيقدمكش اي طفره في اي حاجه غير لحد دلوقتي في الشاشه. وطبعا عشان ما ننساش الموبايل ده بيجي ببصمه داخل الشاشه، بما ان الشاشه دي اموليد يعني فالبصمه هنا جوه الشاشه بصمه سريعه جدا وادائها ممتاز، مفيهوش اي تاخير او لاج او اي حاجه، فالبصمه هنا جميله ومفيهاش اي مشاكل. اما بقى في نقطه البطاريات والشحن فالموبايل ده بيجي ببطاريه بحجم 4310 ملي امبير مع شاحن بقدره 50 واط، شحن صاروخي بيشحن لك الموبايل فعليا من 0 ل 100% في حوالي نص ساعه بس. فالشاحن والبطاريه في الموبايل ده ممتازين جدا، وكمان واجهه اوبو بتوفر جدا في الطاقه. ففعلا في نقطه البطاريات والشاحن مش تاخد اعلى بطاريه في العالم، لان في عندك الموبايلات كتير جدا بتتفوق عليه زي البوكو اكس 3 مثلا، عندك الام 51، كل الموبايلات دي بتتفوق عليه في نقطه البطاريه وحجمها، ولكن في سرعه الشحن الموبايل ده بتتفوق عليهم كلهم لانه جايب شاحن 50 واط. هو مش اسرع حاجه في السوق، لان عندنا الريلمي 7 والريلمي 7 برو اسرع منه، بيجوا بشاحن 65 واط، ولكن الشاحن ده يظل صاروخي وشاحن ممتاز كمان في الفئه دي وفي الفئات العليا كمان، ده من افضل الشواحن اللي هتمسكها في الموبايل. طيب سعر الموبايل ده بقى ايه عشان نلخص الدنيا دي كلها؟ الموبايل ده بيجي بره النسخه 8 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه تخزين، بيجي بسعر حوالي 370 دولار او بالمصري حوالي 5800 جنيه. يعني غالبا هينزل مصر في رينج 6000 او 6400 جنيه. نلخص بقى الدنيا دي كلها وهل اشتري الموبايل ده واستناه ولا لا؟ بص من الاخر، انا لو معايا 6200 او 6400 هشتري الموبايل ده لو عشان حاجتين، الشاشه بتاعته والشاحن بتاعه والسرعه بتاعته. اما المعالج فده هلاقيه في اي موبايل تاني موجود في فئه متوسطه، ولكن كشاشه الموبايل ده بيقدم لك افضل شاشه موجوده في الفئه حاليا. تاني حاجه الشاحن، شاحن صاروخي من اسرع الشواحن الموجوده في العالم حاليا. فلو انت استخدامك تصفح سوشيال مش عارف ايه اخرك كاميرا واتساب بتاعك حاجات دي، ده الموبايل ده هيقدم لك الاداء ده بامتياز، وكمان مع تصميم شيك جدا ونحيف ومن اشيك ما يكون اساسا. فالموبايل راقي من الاخر، عايز استخدام واحد راقي كده. اما بقى لو استخدمك جيمز بقى وشغل تقيل وبتمنتج على الموبايل وبتعمل حاجات دي، فالمعالج هنا مش هيسعفك قوي لان في اقوى منه طبعا، فالاحسن تستنى موبايلات تانية غير ده. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه بتاعتي من تحت عشان توصلك كل جديد اول. وبس كده، سلام، اشوفكم في فيديو جديد.